جزاكم الله خيرا. يسأل عن دعاء النوم. الدعاء عند النوم كما جاء في الأحاديث أن تقرأ آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم إلى آخرها، وأن تقرأ سورة الإخلاص والمعوذتين، وأن تقول اللهم إني وضعت جنبي إليك وأسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك فوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا لجأ ولا منجأ ولا منتجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. وعليك أن تراجع كتاب الأذكار للإمام النووي، فإنه يبين لك الأذكار التي تقال عند النوم والأذكار التي تقال عند الانتباه والأذكار الموظفة في الأحوال والأوقات المخصوصة.